রাঙ্গুনি উপজেলার ইসলামপুর ইউনিয়নের 9 নং ওয়ার্ডের মাইজপাড়া এলাকায় অবস্থিত মদিনা তাইয়েবিয়া মহিলা মাদ্রাসার নতুন ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন উপলক্ষে 5ই নভেম্বর বিকাল 3 ঘটিকায় মাদ্রাসা হলরুমে সংক্ষিপ্ত আলোচনা ও সংবর্ধনা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান মেহমান হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সৌদি আরব জেদ্দা হতে আগত সৌদি নাগরিক মোহাম্মদ বিন সাদ বিন মহসেন আল গামেদি। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইসলামপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ইকবাল হোসেন চৌধুরী মিল্টন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সিরাজুল ইসলাম কার্যনির্বাহী সদস্য মোহাম্মদ ইউনুস কোম্পানি, তরুণ ব্যবসায়ী সেকান্দার হোসেন মোহাম্মদ বেলাল, 9 নং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি নুরুল আলম নুরু, ইউনিয়ন কৃষক লীগের সাধারণ সম্পাদক নাসির উদ্দিন, ইউপি মেম্বার খোরশেদ আলম বাবুল, সাবেক মেম্বার মোহাম্মদ ইউনুস ডাক্তার, বসর ফরিদ সহ এলাকার স্থানীয়রা। আলোচনা অনুষ্ঠান শেষে প্রস্তাবিত নতুন মাদ্রাসা ভবনের শুভ উদ্বোধন করা হয়। উদ্বোধন শেষে সকলের সাথে কথা বলেন সৌদি নাগরিক মোহাম্মদ বিন সাদ বিন মহসেন আল গামেদি। التي استكبرتمونا فيها الحقيقة ما يزيدني إلا شرفا وفخرا بالجلوس والاجتماع بينكم. هذا أمر الله الذي أراد أن يجيبني من المملكة العربية السعودية إلى هذه المنطقة الكريمة، وأنا أقوم بعمل بعض الأعمال الخيرية إنما هي لوجه الله، لا أريد بها حمدا ولا شكرا، إنما هذا العمل عملا عملته لوجه الله لأبنائي الذين يستحقون. شاهدت المناظر التي عرضت علي وحبيت أن ألبي لهم طلبهم، فأنا جئت إليكم من أجل هذا وسوف أقوم بما وعدتكم به. الحمد لله على كل حال، أنا يكفيني أن أتشرف بهذه الوجوه الطيبة، الوجوه القيمة، الوجوه الشريفة، الوجوه المؤمنة التي تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. الرابط الذي يربطنا هي كلمة التوحيد، وكلمة التوحيد هي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. شكرا لكم، شكرا للأساتذة، شكرا للشيخ، شكرا لمقامة المقام لهذه المنطقة، شكرا للمدرسين، شكرا للمعلم لبنات المعلمات، شكرا لبنات الطلاب. أنا أشكركم جميعا، شكرا شكرا شكرا، ولكنني أخبركم بأننا سنقوم بهذا العمل اللي هو مشروع المدرسة العاملة بإذن الله، وسوف نتابعها من المملكة العربية السعودية. أيضا نقوم بإنشاء مسجدين ثانيين، أحداهما للأخ حسن والأخ الثاني عمران. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والصلاح، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. على كل حال، العمل هيبدأ إن شاء الله هذا الأسبوع من يوم الأحد إن شاء الله. والعمل أنا طلبت من الإخوان من نور الإسلام أن يحث المقاولين على الإسراع، يعني بالنسبة لصف السن عند المدرسة الأولى، المدرسة والمساجد أقصاه شهر إلى شهر ونص، وطالبتهم بمحاسبة المقاولين بالتأخر، لأني أبغى أستدرجهم أنا وأحثهم. أسأل الله لنا ولكم التوفيق، وإن شاء الله أكون متابع لهذه المشاريع حتى ولو أني في المملكة العربية السعودية، وسوف نبحث عن أشياء أخرى نعملها لكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. আরে না ভাই ঢুকাই আমাদের ইসলাম মাদ্রাসাগুলি নির্মাণ করে দেওয়ার জন্য আমাদের মাদ্রাসা রয়েছেন। আমাদের প্রধান মেহমান সৌদি আরব থেকে আগত সাহেব বিন সরকার মোহাম্মদ বিন সার আল গামদিন। ان شاء الله اهلا وسهلا، وان شاء الله الامور طيبه، وحاتابع لكم المشاريع هذه، وان شاء الله الولد هذا موجود عندي يعطيني كل خبر. شايف كيف؟ اي حاجه بعدين مستقبلا ولا شيء، ربنا كريم وربنا يسر الامور ان شاء الله، والله يحفظكم من كل شر. خصوصا تدعو لنا الله يهديكم لنا لصالح الاعمال،
ويهدي أولادكم ويهدينا أيضا لكم ويهدي الخرافات والرسومات مشغول ويكفينا إن شاء الله في الأشرار وكيد الفجار آمين ونكفينا في كل الشياطين آمين الأرض آمين إن هذول يعتبروا شياطين الأرض هذه مسلمين. أنا كنت هناك في السعودية أنا لما دخلت بنغلاديش هذه ما هو بنغلاديش هذه ولا أوروبا أقول له هذا أنت ليش تجي عندنا أنت تترك الدنيا هذه طيب نعم يا أخي سوي لك ما شوف الدنيا كيف الله يحفظكم إن شاء الله ويبارك لكم في أرضكم وفي أولادكم وفي زوجاتكم آمين آمين بارك الله في قدومكم الميمون يا شيخ.